يبعد كثيرا عن بلدية المحمدية الأم حوالي 2 كيلومتر فقط. إنه دوار جبور بكثافة سكانية تقارب 2000 نسمة، منطقة يعاني سكانها من نقائص كثيرة يحتاجونها يوميا وبشكل ضروري. ماذا بيا تكون عندنا ملحقه اداريه على نخرجوا لي زيكسي ديسونس نروحوا نديبلاسو تاع المحمديه باش نخرجوا اكسي ديسونس؟ ماذا بينا باش يكون عندنا مركز بريد؟ لان مركز البريد اللي يحتاجه اكثر هم كبار في السن. الامن عندنا منعدم، نجموا نقولوا باللي ما تنجمش تتمشى في في في, في الليل في في هذا في هذا الحي. حل في مشكل تهيئه الحي، الحي مبني بدون تهيئه من 91 لحد الآن بدون تهيئة، والناس تخلص الكراهة وما الإعدادات. مبادرة سكانية شارك فيها الجميع لتنظيف الحي قدر المستطاع من طلاء وتثبيت أعمدة الإنارة لوحدهم، ما استدعى حضور رئيسة الدائرة للوقوف على الحملة والاستماع لانشغالاتهم وتسجيل النقائص. وقمنا كذلك بمبادرة ترميم طلاء المستوصف والمدرسة الابتدائية، كما وقمنا بتركيب 20 عمود إنارة عمومية متطوعين. وحدنا من الإمكانيات اللي عندنا حفرنا، ركبنا الأعمدة، شينا الكابليات، ركبنا لي نوب. سجلنا لهم 3 عمليات ألا وهي ترميم مدرسة بنترية، عندنا إنجاز ملعب جواري، عندنا توسيع شبكة تصرف المياه القادرة، وعندنا ترقية الواد. هي طريقة حضارية لسكان دوار جبور أثبتوا من خلالها وعيهم المدني لإعطاء وجه حضاري لمنطقتهم. فرغم مساعدة السلطات المحلية لهم بوسائل التنظيف، تبقى المشاريع الكبرى قيد الانتظار.